مع ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية في الداخل الليبي بين قوات الوفاق بقيادة فايز السراج وعناصر الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر حول المناطق الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، تزداد سرعة التحضير لعقد مؤتمر برلين المنتظر للبحث عن حل سياسي للصراع العسكري المستمر منذ شهور. جهود التحضير لهذا المؤتمر شملت لقاء جمع بين وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس والتونسي خميس الجهناوي، اللذين أكدا على أهمية مشاركة دول الجوار الليبي في المؤتمر المقبل للبحث عن صيغة سياسية للتسوية. أود أن أقدم الشكر لتونس على جهودها في محاولة حل النزاع الليبي. أمامنا طريق طويل، وحاليا نحن نقود عملية التحضير لبرلين وتقوم بالتمهيد له. هناك خطوات محددة سنتحدث عنها لاحقا. رئيس حكومة الوفاق فايز السراج رحب من جانبه بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر برلين، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الأخطاء الماضية وضرورة بحث وتقييم أسباب إخفاق اللقاءات التي عقدت في السابق والتي فشلت في تحقيق تقدم على الأرض، معتبرا في الوقت نفسه أن الانقسام الدولي شجع بعض الأطراف على عدم الالتزام بمخرجات المؤتمرات السابقة وعرقلة محاولات الوصول إلى تسوية. أما المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة فقد أعلن أنه تم عقد 3 اجتماعات متتالية ومعمقة في الأسابيع الماضية ضمن الجهود التحضيرية، موضحا أن مؤتمر برلين ستخرج عنه لجنة لمتابعة تنفيذ مقرراته. من تونس ينضم إلينا الكاتب الصحفي نجم الدين العكاري. مساء الخير أستاذ نجم الدين، أهلا بك. في البداية، ربما الجميع يتساءل لماذا أحيطت ربما المباحثات ومشاورات الوزير الألماني بكل هذه السرية؟ هل هذا يدخل ضمن التخطيط المحكم لإنجاح مؤتمر برلين؟ نعم، ما تم رغم ما تسرب من اللقاءين الذي عقدهما وزير الخارجية الألماني مع رئيس الجمهورية التونسي الجديد قيس سعيد ومع وزير الخارجية خميس الجهناوي لم يتسرب منها الكثير، وهو عمل معلوم باعتبار أن ألمانيا في تحرص على إنجاح هذا المؤتمر الذي يبدو أنه الفرصة الأخيرة لتسوية الأزمة الليبية التي لم يفلح الصراع العسكري في حلها رغم مضي أكثر من 200 يوم على انطلاقه في شهر أبريل الماضي. أيضا هنالك محاولة تابئة من الدولة الألمانية لإنجاح هذا المؤتمر، سواء بتحول وزير خارجيتها أمس إلى ليبيا ولقائه بفايز السراج، واليوم بلقائه في تونس برئيس الجمهورية وبوزير الخارجية، وأيضا قد يتحول غدا إلى مصر للقاء رئيس الجمهورية المصري ووزير خارجيته في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المتنازعة في ليبيا، وخاصة إقحام دول الجوار في حالة هذا الموضوع المهم. نعرف أيضا أن هذا الملف كان حدثت فيه عديد اللجان وعديد المؤتمرات الدولية، سواء الذي تمت في تونس أو التي تمت في صخيرات في المغرب أو المؤتمر الأممي الذي كان سينعقد في شهر أبريل الماضي في مدينة غدامس الليبية، لكنه لم ينعقد باعتبار أن الحرب انطلقت بين خليفة حفتر وبين السراج. وموقف تونس واضح من هذه العملية العسكرية. أستاذ نجم الدين، ما الذي يمكن أن تقنع به ألمانيا تونس حتى تساهم في الدفع نحو حل الأزمة الليبية سلميا؟ تونس التي ترفع شعار الحل السلمي والحل بين الفرقاء الليبيين بدرجة أولى عقدت كما نعلم وفي حياة الراحل الباجي قائد السبسي مؤتمرا ثلاثيا بين تونس والجزائر ومصر، وحاول إيجاد تقريب وجهات النظر، وهي مستعدة في كل وقت كما كانت تقول للقاء كل الأطراف المتنازعة سواء في تونس أو في غيرها من الأماكن لمحاولة إيجاد لقاء أو لإيجاد مخرج لهذه الأزمة التي طال أمدها، خاصة بعد تحولها إلى صراع عسكري واستعمال آليات ثقيلة وترمي بها الدول الداعمة لهذا الطرف أو لذاك. والآن نحن في حرب حقيقية
حقيقية لا يمكن أن تحل المشاكل. تونس تدفع إلى الحل السلمي وأن الحوار يكون داخليا بين الأطراف الليبيين أكثر من الأطراف الخارجية، لكن هنالك محاولة لإثناء خليفة حفتر عن مواصلة الحرب التي يقوم بها منذ 6 أو 7 أشهر على طرابلس وضواحيها، ومحاولة الذهاب إلى برلين والالتزام بمقررات المؤتمر الدولي الذي لم يتم إلى حد الآن لا تحديد موعده ولا تحديد الأطراف التي ستشارك فيه. خليفة حفتر أيضا قال أنه سيرحب بهذا المؤتمر الذي سينعقد في برلين الألمانية وأنه سيلتزم بمقررات بين التصريح وبين ربما لقاءات دول الجوار التي قد تطرأ منه. نتحدث اليوم عن تغير في قيادة تونس، رئيس جديد، أيضا هناك عملية انتقال ديمقراطي في الجزائر، الجزائر مشغولة بأزمة داخلية، وأيضا موقف مصري موالي لحفتر، يعني اللعب على هذه الورقة هل يمكن أن يحدث فارقا؟ هل يمكن أن يحدث تغيرا في السياسة الخارجية لتونس تجاه الأزمة الليبية مثلا؟ لا أعتقد أن ذلك سيتم إلى حد الآن، سواء رئيس الجمهورية الجديد قال أنه ملتزم بكل القرارات التي اتخذتها تونس على المستوى الدولي وهو يحرص على استمرارية الدولة، وأيضا وزير الخارجية رغم الخلاف الذي حدث اليوم بعدم حضور وزير الخارجية للقاء رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الألماني والذي تحدثت عنه وسائل الإعلام هنا في تونس والمجتمع السياسي واستنقص من هذا الإجراء، لكن الثبات تونس على نفس الموقف، هي تونس تدعم الشرعية وتدعم ظاهرين حكومة الوفاق الوطني باعتبارها حكومة مؤيدة من المجتمع الدولي والمتحدة، لكن هنالك مسعى لحل هذه الأزمة بالحوار بين الأشقاء المتناحرين أو المتصارعين في ليبيا وإجراء حوار داخلي. الآن ليس هنالك ممهدات لنجاح هذا الحوار نتيجة التفاوت في المواقف بين الفرق المتنازعة في ليبيا وأيضا حتى في الدول الأوروبية والعربية التي مهتمة بالشأن الليبي. ألمانيا تحاول تقريب وجهة نظر بين فرنسا وإيطاليا وأيضا بين محور قطر وتركيا وأيضا بين مصر والإمارات التي تدعم خليفة حفتر. في ظل هذه الأجواء تونس تحاول أن تدعم هذا الحل السلمي وتذهب إلى مؤتمر برلين، وهي تقول وتشد وهو ما قاله وزير الخارجية اليوم إنها تكون حاضرة في كل المؤتمرات التي تهم الشأن الليبي باعتبار أن ليبيا تمثل العمق الاستراتيجي لتونس وأمن ليبيا من أمن تونس وأمن تونس من أمن ليبيا أيضا. نعم. وهذا كله يجعل تونس تحاول أن تدفع إلى حل سلمي بعيدا عن الحرب وإيقاف الحرب الدائرة منذ 7 أشهر وإيجاد حل حواري. نعم. يتم برعاية أممية. نعم. ويصل إلى إيجاد حل وإعادة الاستقرار إلى ليبيا التي تضررت وعدم التحول إلى سوريا جديدة. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ نجم الدين العكاري الكاتب الصحفي، كنت معنا من تونس.